بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. مناسبة الأعياد في هذا الشهر للإخوة المسلمين والمسيحيين في مصر كلها. احنا النهاردة الحقيقة أنا وزملائي حابين نتكلم عن ضوابط امتحانات المرحلة الثانوية للصف الأول والثاني والثالث الثانوي هذا العام، وامتحانات أبنائنا في الخارج، وكذلك امتحانات طلابنا في مدارس متفوقين والمكفوفين. قبل ما نروح للعرض ده أحب بس أفكركم أن كل امتحانات المرحلة الثانوية هتكون بنظام الأسئلة الجديد اللي تم تنفيذه من سنة 2018 لحد النهاردة، واللي هو محور التطوير في المرحلة الثانوية هو طريقة الأسئلة، أسئلة التقييم في حد ذاتها. ده هيكون في جميع السنوات من أولى لتانية لتالتة، وده اللي بيحصل عليه تدريب حاليا للصفوف الأول والتاني الثانوي. السؤال الشائع طبعا عن هل الامتحان ورقي او الكتروني، احنا قلنا كتير الحقيقة انه ده مش مربط الفرس خالص بالنسبة للطالب اللي محضر يقدر يرد على الاثنين. دي حاجة احنا بنعملها لأهداف أخرى من ضمنها التصحيح بأقل قدر من التدخل البشري وكذا، إنما ليس هذا مربط الفرس. مربط الفرس هو نوع أسئلة التقييم الجديدة اللي بنحضر لها. تعالوا بقى مع بعض نشوف ضوابط امتحانات هذا العام. طيب نشوف مع بعض امتحانات نهاية العام الدراسي 21-22. نبدأ مع بعض بامتحانات الصفوف الأول والتاني الثانوي اللي هم حاليا بيعملوا تدريبات على الامتحانات الإلكترونية. امتحانات الترم الثاني لهذا العام هتعقد في لجان مؤمنة ومراقبة وفيها الإجراءات الاحترازية. الامتحانات هتكون مزيج من أسئلة مقالية مع أسئلة اختيار من متعدد، وعشان نحقق ده هيكون 30% من وزن الامتحان على الجزء المقالي و 70% على الجزء اللي هو اختيار من متعدد. هنأدي الجزء المقالي ورقيا والجزء الاختيار من متعدد على التابلت او الكترونيا زي ما بيتم الاختبار دلوقتي. ليه عملنا التغيير ده؟ لان كان في شكاوى كثيرة من كثير من الطلاب عن قدرتهم على استخدام القلم على التابلت، وبالتالي ما حبيناش نرهقهم بالأسئلة المقالية على التابلت، وبالتالي عملناها ورقة. يعني ده هينعكس ازاي في الجدول؟ لو امتحان العربي 3 ساعات، اول ساعة هيبقى في ورقة فيها الأسئلة المقالية نحلها نسلمها، وبعدها نكمل بقية الأسئلة الساعتين الباقيين على التابلت. اللجان بتاعة المدارس الرسمية والخاصة نوعين، في مدارس مجهزة مجهزة تقنيا او تكنولوجيا، دي ولادها هيمتحنوا في مدارسهم المجهزة في فترة صباحية. الطلاب اللي في المدارس الغير مجهزة زي كثير من المدارس الخاصة وبعض المدارس الحكومية هيروحوا لجان في المدارس المجهزة في فترة مسائية، عشان كده الجدول هيبقى فيه فترة صباحية وفترة مسائية عشان نضمن ان كل الولاد هيكونوا في مدارس مجهزة بما يسمح بان التابلت تشتغل بدون اي مشاكل على الاطلاق. المواد الغير مضافة للمجموع المدارس هتقيم امتحاناتها في لجان في المدارس وليس في المنزل. ده يتضمن المواد الغير مضافة للمجموع والمستوى الرفيع، لان حضراتكم عارفين احنا لجأنا الاختبارات دي من المنزل ايام الكورونا، ولكن للأسف لما بتتعمل في البيت ما بيبقاش الطالب بيعملها بمجهوده، بيبقى بيتدخل فيها ناس اخرين، وبالتالي بتفقد المواد دي قيمتها بالكامل. فعشان كده لازم نسترجع لهذه المواد اهميتها، وبالتالي هتتعمل في لجان في المدارس. التصحيح المدارس هتعمل لجان لتقدير جزء من اوراق الاجابة الخاص بالاسئلة المقالية، هتجمع درجته على الدرجة اللي هتجيلها من الامتحان الالكتروني عشان نطلع النمرة بتاعت امتحان الترم التاني. الجداول هتلاقوها على الويب سايت بتاع الوزارة بتاعة الصف الاول الثانوي. الجدول قدام حضراتكم دي الفترة الصباحية والمسائية، والجدول مقسوم الوقت بتاع كل امتحان الورقي اللي هو المقالي والالكتروني. في بعض الناس كانت فاهمة ان كلمة اسئلة مقالية تعود على القصة والتعبير واللغة والترجمة، لا، الاسئلة المقالية جزء لا يتجزأ من تقييم مهارات مختلفة لا يمكن قياسها من نوعية السؤال اللي هو اختيار من المتعدد. في اسئلة
تشرح نشرح ونعلل ونبرر ونوري الخضروات سواء في رياضيات او في احياء او في جيولوجيا. وبالتالي الاسئله المقاليه موجوده في كل المواد وبين ده في الجداول، هتكون الجزء بتاعها ورقي تلت الوقت والتلتين على التابلت. ده جدول امتحانات تانية ثانوي بنفس الشكل وبالايام، واضح فيه التسلسل سواء صباحي او مسائي. الولاد اللي في مدارس غير مجهزه تكنولوجيا هيعرفوا اسامي اللجان بتاعتهم من مدارسهم ان شاء الله. مواد الهويه القوميه لولادنا في المدارس الدوليه، تتولى المدرسه عقد هذه الامتحانات داخل المدرسه وليس في المنزل. للغه العربيه والدراسات والتربيه الدينيه والتربيه الوطنيه هتكون ورقيه تحت اشراف الاداره التعليميه، وتعتمد نتائجها من الاداره التعليميه. لو رحنا لامتحانات ابنائنا في الخارج، السنه دي احنا بنقدم لابنائنا في الخارج شيء جديد تماما. كنا جربنا منصه اخرى للامتحانات الالكترونيه في 12 دوله ومشيت بنجاح كبير، عشان كده هنعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسيه لابنائنا في الخارج في عديد من الدول الكترونيا من خلال منصه خاصه بالوزاره. اسئله اختيار من متعدد. لو في اي عائق عند طالب ما عندوش الادوات، ما عندوش انترنت، ما عندوش كمبيوتر، مش قادر يخش على هذه المنصه، مسموح له يطبع ورقه الاسئله وورقه الاجابه اللي هتكون بابل شيت الموجوده برضو على الموقع، ويجاوب عليها ويرسلها من البريد السريع على مقر لجنه النظام والمراقبه لامتحانات ابنائنا في الخارج. اللجان الفنيه المركزيه اللي بتحط الامتحانات بتصيغ الاسئله بنظام الاختيار المتعدد بطريقه الاوبن بوك. نتيجه الطالب في هذه الامتحانات هتكون باس فيل او اجتياز وعدم اجتياز، مش هيبقى فيها نمر، دي مجرد عدى او ما عداش الصف الدراسي. الطلاب اللي في ما يسمى مدارس المسار المصري في بعض الدول، دول امتحاناتهم ماشيه زي الاعوام السابقه، دول في مدارس مصريه رسميه فبيمتحنوا امتحانات نظاميه. في حالة عودة الطالب ورغبته في الالتحاق بالمدارس المصرية، لازم يتعمل في مصر امتحان تحديد مستوى، نظرا لان طبيعة الامتحانات بتاعت ابنائنا في الخارج ما فيهاش درجة الرقابة والجدية العالية، فلازم يتعمل له هنا تحديد مستوى عن طريق الادارة التعليمية التابع لها هذا الطالب. جداول امتحانات ابنائنا في الخارج تبدأ من 7 مايو ان شاء الله. دي الجداول بتاعت من الصف الرابع لحد السادس الابتدائي. بعدها هتشوفوا جداول من اولى اعدادي لحد ثالثه اعدادي، وبعدين جداول الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي لابنائنا في الخارج. في جداول وريناها لحضراتكم قبل كده بتاعت اولى وثانيه ثانوي اللي في مصر، مش عاوزين نلخبط دول على بعض، ودول جداول اولى وثانيه ثانوي بتوع ابنائنا في الخارج. طيب نروح للثانويه العامه. الثانويه العامه الحقيقه اللي هنقوله عليها اقل من اللي قلناه عن اولى وثانيه ثانوي، رغم انها بتشغل اهتمام كبير. الامتحانات هتكون ورقيه هذا العام، والاجابه بنظام البابل شيت. البابل شيت هيبقى متطور شويه عن بتاع السنه اللي فاتت. الاسئله هتكون اختيار من متعدد فقط، يعني مفيش اسئله مقاليه في الثانويه العامه، ليس لان ده الحل الاكاديمي الاسلم، ولكن لان احنا في الثانويه العامه ونظرا لاهميتها عاوزين التصحيح يكون الكتروني بالكامل. فهتكون الامتحانات ورقيه والاجابه بنظام بابل شيت. لن يسمح باصطحاب لا الكتاب ولا التابلت الى اللجنه، يعني انا هروح اللجنه ايدي في جيبي مش معايا حاجه خالص. اللي حط الامتحان هيعمل لكل مادة ورقة مفاهيم. ورقة المفاهيم اللي بيحطها يعلم تماما ايه اللي هيحتاجه الطالب وهو بيحل الاسئلة، وبالتالي مفيش احتياج ان احنا نكتب ملاحظات او نيجي بكتب. احنا ما طبعناش كتب اصلا، وبالتالي موضوع الكتب ده معناه ان انا شاري كتاب كوبي قديمة او يعني من مصدر خارجي. التابلت ووجودها في حالة عدم استخدامها كمنصة امتحان بيستخدم في أشياء أخرى زي الغش وكده، فعشان نضمن تكافؤ الفرص للجميع مفيش تابلت هتخش اللجنة ولا كتاب ولا أي مذكرة، مفيش طالب هيجيب مع ورقة، احنا اللي هنديله ورقة المفاهيم مع الامتحان نفسه، ودي هتبقى كافية جدا إن شاء الله لحل الامتحان. يبقى كده العناصر الرئيسية واضحة للموضوع. المواد التي لا تضاف للمجموع هنمتحن فيها يومين قبل ميعاد الامتحانات الرسميه، هنشوفها مع حضراتكم في الجدول.
بلجان برضو مؤمنة ومراقبة ضمن الجدول المعتمد، يعني هتبقى في اللجنة مش في البيت زيها زي أولى وتانية سنة. نفس الشيء ينطبق على مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، هنأديها طبقا للجدول المعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا لأرقام جلوس معدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة. جدول امتحانات الثانوية العامة هنا، وطبعا هو مش باين هنا يمكن قوي، انما هيبان تشوفوه على موقعنا. اهم نقطة نلاحظها ان بداية الامتحانات المواد الاساسية بعد اسبوعين من الميعاد اللي كنا حاطينه في الاول، يعني احنا اجلناها اسبوعين كي تبدأ يوم 26 يونيو بدل 11 يونيو. هيبقى في امتحان يوم 20-21 للمواد اللي خارج المجموع، انما المواد الاساسيه تبدا باللغه العربيه هتبقى يوم 26/6 باذن الله، وتنتهي امتحانات الثانويه العامه يوم 21 يوليو من هذا العام. فبيتخللها طبعا اجازه عيد الاضحى زي ما حضراتكم شايفين. واضفنا امتحان الثانويه العامه للطلبه المكفوفين قدام حضراتكم، وكذلك امتحان الثانويه العامه لمدارس المتفوقين اللي هي الستام برضو تم تجهيزه. فكده يبقى قدمنا لحضراتكم يعني الوجبه الكامله اللي هي جداول امتحانات ابنائنا في الخارج، جداول امتحانات ولادنا في اولى وثانيه ثانوي، جداول امتحانات الثانويه العامه، ثم الستام، ثم المكفوفين. كده كل واحد يبقى عارف قدامه ايه وامتى وتفاصيل كل نوع من هذه الامتحانات. وطبعا نتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق، وهتلاقوا كل ده على الموقع الوزارة وعلى الفيسبوك بتاع الوزارة وعلى صفحتي الشخصية على فيسبوك وعلى قنوات مدرستنا، كل المعلومات هتبقى متاحة. لو في اي اسئلة احنا تحت امركم، وكل سنة وحضراتكم طيبين.